السلام عليكم. زين الحال، ان شاء الله كويسين. الليله حواصل في اللايفات المخصصه لعكس التجربه، تجربتي في زياره ماليزيا اللي هي بدات من يوم الاحد الفات 8 مارس بالليل عندما 7:30 كنت في مطار كوالا. المقصود من اللايفات دي انه للناس اللي حيجوا بعدين لماليزيا يكون ماخذين فكره اضافه للافكار اللي حيجوها من الناس اللي سبقوني على البلد دي. الليله عملت اللايف ده في نهار، اصلا كنت اعمله اخر اليوم بعد ما كملت جولتي لانه الليله عندي زياره عائليه، ف حكون غير شويه معاهم فممكن ما يلقى زمن يعمل اللايف. طيب خلينا نتكلم في البدايه انه في ارشادات ومقترحات ونصائح قلتها للناس الجايه ماليزيا يوم تحرك من الخرطوم. قصدت اعمل الكاميرا بيزاوي عشان وراي دي تايم سكوير، بجاي تايم سكوير مشهور لناس كثيرين. اي زول من جاي ماليزيا شافها او اي زول جاي ماليزيا بيدوها له من اسامي المقترحات اللي المفروض يزورها يعني. ممكن بعد شويه اقلب الكاميرا وتشوفوا اكثر اذا في مجال، لكن ممكن نخليها دي في لايفات ثانيه اللي علاقه بالمعالم السياحيه في البلد. اللايف ده اصلا مخصص بس للمقترحات يعني ونصائح وتفاصيل زي دي. بالنسبة لللايف ده لما نحول في اليوتيوب زي باقي اللايفات في القناة بتاعتي حيكون في لينكات للفيديوهات السابقة، لكن في الفيسبوك عشان الناس ما تقعد تدعم في التفتيش فكرة ما حتكون رابطة فيهم كلهم انه لايف أربعة، لا لايف رابع، لايف خامس، لايف سادس وهكذا لتجربتي في زيارة ماليزيا. غير كده بسرعة حقول النقاط اللي عرضتها في اللايفات اللي فاتت، انه وانت جاي على ماليزيا التوم جاك التوم يا ودي يا مزمز تعال راجع بعد لسه عندي قاعدة طوط الحسادة. طيب نتفق على نقاط معينة لازم الناس يا ريت تنتبه ليها وهي جاية للبلد دي، انه عارف انت نازل وين وقاعد كم، دي مهمة عشان على ضوء بتعرف انك محتاج تشيل معاك دولار وقدر شنو كويس. بنحكي للشباب لانه الصوت شوية مزعج معلش. انك تعرف الدولار بكم، الواحد دولار بعادل كم رينجيت، دي برضو مهمة ما صعب تعرفها لانه في مواقع في الانترنت سواء كان في الفيسبوك ولا مدونات بتوري تدي المعلومه دي، فبتكون عارفه السعر بروكسيميتلي لانه في حاجه بالمناسبه مهمه جدا لما تجي هنا في المطار السعر بيختلف من جوه البلد، حاجه طبيعيه في كل الدول، لكن حتى في المطار من 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 الحته بتاع ساعه الوصول بيختلف السعر والريت بيختلف من ال مراكز البيع ولا هي ما برانش لبنوك، بيكون في ناس بس بيفكوا لك عمله تشتري لهم شرايح خدمات زي دي، فديل هم برضو سعرهم بيختلف من حته لحته. دي النقطه الاولى. وانت داخل البلد اشتري يعني فيك دولار على قدر بيوصلك بالتاكسي الحته اللي قاعد فيها انت. انا بنصح الناس انها تطلع بجراب، في تطبيق اسمه جراب. جراب دي شركه ليموزين زي الحال وليمون ومشوار عندنا في السودان، ما عندهم شركتين افتكر ولا اكثر ما بعرف. انا عارف انه في 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 جراب وفي ماي كار، لكن جراب دي هي اللي عندها التغطيه اللوسع وشغل منظم وبتلقاه في اي حته سهله جدا، فلازم تنزل التطبيق في المطار. المطار طبعا في واي فاي فاتح، واي فاي قوي شديد.
لكن برضو انت بتحتاج تاخد تاخد شريحه من البلد على حسب استخدامك. يعني انا زرت على السوشيال ميديا في استخدام السوشيال ميديا بحتاج ليها كثير فبحتاج ليها كثير فاخذت شريحه داتا ليميتد بتقعد لحد ما ارجع خرطوم. اذا انت بتتكلم برضو ممكن تاخذ شريحه بتاعت شريحه مكالمات يعني حسب استخدامك، لانه ممكن تمشي في حتات يكون ما فيها واي فاي فاتح يكون بروتكتد يكون مقفول يعني كلوزد الا بباس وورد. فدي نقاط مهمه وانت قبل ما تخش البلد. في نقطه مهمه خالص انه الحمى الصفراء تكون طايم وجاي مع الكاريت تكون الكاريت مجدد، لانه هم عندهم وحده صحيه عندهم جوا المطار. اذا بقى عندك مشكله في الحي طوال حيدوك الكرنتين او الكرنتين زي ما بنقول احنا في السودان، فحيكون جاهزه بالنسبه لك. اجراءات مطار خرطوم احنا عارفينها طبعا. بعد المدنيه موضوع الزاميه ما بشد فيه كثير، لكن ممكن تهف لهم ويقول لك وين تحت الزاميه تحتك خلصها مخلصها بالنسبه للاولاد يعني. دي اهم حاجه في المطار بزالوك من شايل معاك كم دولار سؤال المحتاج ذاك، فمشي الحاجة كثيرة تعمل لك مشاكل. الإيراد بعد المطار المطار احنا بنعرفها، مش معك حاجة سائلة ما 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 كل هذه حياة معروفة طبعا. ناس الشعب الماليزي شعب طيب ظريف متعاون ديسنت رايق خلوق جدا، فخليك متعاون معاهم في المطارات ما تعمل فيها شفت شفت السودانية ما تنفع هناك. عاملين تنويه في كل حته في المطار انه ممنوع التصوير سواء كان تصوير او فيديو الاثنين ممنوعين. انا كنت قريتها وكنت شايط لايف اتصور لحد ما نبهوني فاحترت انه كنت عارف اخذ الموضوع عادي. يسحت انك بتقشر كده زي ما بنقشر الحياه الفلانيه، لانه هم عندهم الحركه دي فيها اهانه لزول، فهم بيعملوها وما يقولوا الناس تعمليهم اعمل كده زيهم او اشر بيدك كلها يعني بدون ما تقشر. دي نقطه عرفتها من الـ من الـ من الـ الفيديوهات اللي حطيتها قبل ما يجي. نقطه مهمه جدا انك لازم بقدر الامكان وانت جاي ازل عم جوجل من المناطق السياحيه لو ما عارف، ازل من الوسائل بتاعت الترانسبورتيشن كيف اعرف يا تول ارخص يا تول اجود يا تول احسن يا تول مريح، اعرف الناس دي عاداتهم شنو تقاليدهم شنو بينفع معاهم شنو ما ينفع معاهم شنو عشان تتعاون معاهم وتتعامل معاهم ايزي. حقه جرب اكلهم بعد ما تعرف انهم هنا. سهل جدا غير المطاعم العربيه سهل جدا تلقى محلات كثير مكتوب فيها حلال، وتلاوز يعني ما حتاكل لحم خنزير ولا دي خنزير يجيك وزيت خنزير ولا حتشرب حاجة مايها بالغلط. دي حاجة مهمة. الشيء المهم تاني التكاسي. التكاسي يا اخوان هم عندهم لونين، في تاكسي احمر وفي تاكسي كحلي. تاكسي كحلي ده غالي حسب الشيء اللي فهمته، لكن انا ما جربته لان اصلا كنت جيت بجراب جيت داخل بجراب. في دولار زي 50 دولار دي معقولة بتوصلك ما في كتير، لأنه حتلقى السعر جوا البلد في السنتر بتاع البلد يعني فرقة كبيرة. وأهم شيء إنك بقدر الإمكان حاول ينزل في حتة قريبة المطار عشان ما تاخذ زمن وإنت في السكة وتكون جاي مرهق من السفر وتكون مكلفة ماديا أكتر. يعني إنت محتاج لكل دولار جايبه عشان تستمتع في البلد بقدر الإمكان. غير كده جرب القطر جرب الباص جرب عندهم باصات فيها جزء مفتوح بفوق زي اللي بيشوفوا في الافلام او الناس اللي عايزه يكون شافوها. بس دورين بيكون في نص القدام كله فاتح فتكون قاعد كده وتتفرج على زي كانك راكب لك بورش موديل قديم. في القطر في المترو في الباص طبعا
في 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 الموتر، الموتر ممكن تأجره، ممكن تمشي مع زول. نفس الشيء العربية ممكن تأجر، يعني التفاصيل المعروفة دي. كل ما تسكن في حتة سنتر بيكون أريح ليك في بالنسبة للمواصلات، تكون قريبة في كل الاتجاهات، تقدر تركب، تقدر تتحرك كده. ف بوكيت بنتانج أنا بنصحها للناس كلها اللي تسكن فيها، اللي هي فيها شارع العرب المعروف بكثرة المطاعم والمقاهي العربية فيه. فيها تايم سكوير الورايدة، ممكن برجلية منها تمشي ل كي ال سي سي اللي هو فيه التوين تاور بتاع بتروناس، فيه النافورة الراقصة الملونة دي. لو الناس شافت فات امبارح بتكون شافت الإبداع الإنساني ده. يعني ده بالنسبة لو أنت جاي، أنت قاعد إذا جاي براك زي كده أو جاي في شارع عسل، أحسن تنزل في فندق يكون محترم، محترم بمعنى يكون 3 ستارز فما فوق، وثبت موضوع الوجبة ده، الفاتورة أقل شيء يعني لأنه مريح جدا. ريحك تفطر بدري، البوفيه بيفتح في الغالب من 7 لـ10:30 باختلاف الفنادق، ف بيكون احسن لك عشان تنتهي الموضوع ده تحوم وتلف بمزاج. محمد سليمان ممكن تكلمنا عن الطقس؟ والله الطقس يا ابو حميد سخن، يعني في رطوبه عاليه بالنهار لحد العصر بيكون الحراره عادي 34 كده، الناس 26 27 درجه يكون بالصباح، صباح 5 4 5 4 6 كده في الحدود دي، ما اكثر من كده يعني 7 جو بده يكون سخن. شهري 3 هسه انا فيه ده حضرت لي مطر زي اللعب، حضرت مطرتين 3 كده لما جيت في الجو مرض بتصلح بعد ما تصوم، دي حياه طبيعيه طبعا. ده بالنسبه للجو. الناس الخايفه من الكورونا في البلد دي، وشايف التوجه ناس على الأولي، الناس اللي عندهم حركة كويسة إنه في أي حتة تلقى السانتايزر قاعد بقى كبير متاح للجمهور، في أي حتة تضغط وتعمل كده زول بيقول لك كملت السانتايزر ده أنا ما فيه، فمنتشر حتات كثيرة. أغلبية الناس تلقاهم لابسين كمامات. في الفترة دي يعني لحد ما موضوع المرض ده يتحل، لحد ما موضوع الفيروس عند البيجاس انترناشونال حصل له اوفر بريك في حتات كثيره، الناس تحاول بقدر الامكان انها تتجنب الحتات فيها زحمه، تختاها يعني. لما تكون في حتات مفتوحه، حتات فيها تهويه، حتات فيها حبه ناس، ما تكون في مشكله عليك، خلي الكمامه معك دائما. يعني انا بدي عشان نفسي بكتب، يعني الناس اللي بيكونوا شايفيني كل مره مرات بكون في اللايف منزل الكمامه او في الصوره منزل الكمامه بكون داري اتنفس، ف ده السبب يعني. غير كده بحاول في قدر الامكان في الصور في اللايف يعني يكون صوتي واضح او بشكل ظاهر في اللايف، في الصور يكون مش واضح يعني، دي محايه بتقعد لي قدام. ده بالنسبه للجزء اللي بخص انك بخص موضوع انك جاي كوالا وقعدت خلاص تمام. إذا جاي مجموعة شباب ممكن تسكنوا في 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 هوستل، ممكن تسكنوا في 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 الكوندا، بعدك بيبقى إجراء تاني. أنا ما بنصح الناس إنها تمشي حتة ناس بيتزا هات وكي إف سي لو جربت في السودان، ولا برجر كينج والحاجات دي، أنا ما بحب البرجر عشان كده، لكن لو ناس بتحبه خلاص أوكي. المطاعم العربية أكلهم زي أكلنا في الغالب، إلا الحاجات المتخصصين بها يعني مثلا، لكن الشاورما تلقاها الحاجات دي، فأنت حاجة أكلتها في السودان حاول جرب أكل البلد، أكل البلد دي خصوصا إنه فيها قوميات مختلفة وفيها جاليات كثيرة، فجرب جرب الموضوع الباكستاني، جرب الموضوع الإيراني، جرب الموضوع البنغالي، جرب الموضوع الهندي أكيد. فدي كلها مطاعم مشهود ليها لو انت زول بتاع بتحب الحياة تكون سبايسي وكده يعني حارة وسخنة. عندهم فواكه مختلفة ما بتقوم عندنا في السودان فجربوها، عندهم حاجة اسمها عصير التنين دراجون فروت، فهو الوردة بتاعته لناس شافت
الكركديه في شكل قبل ما يتعبى وقبل ما يتقطع وقبل ما كده، عنده ورده كده كامله البتلال بتاعتها اللي بنشرب منها الكركديه، فنفس الفكره بتاعتها، لكن هم عندهم في حقه ال بتاعت الدراجون دي تحس بها كده قويه شويه، والبتلات كبيره واللون مختلف طبعا، لونها احمر باهت شويه كده. فجربوا الحاجات دي، جربوها. ما بنصح الناس الجميع هسه يمشي السوق الصيني ولا سوق الخضار هذه، لانها فيها زحمه ناس والعدو تكون سهله، لكن الحكومه عامله اجراءات حمايه كويسه يعني الحاجات. طيب نيجي للجزء بخصوص اللايف ده بتاع الليله. انا بحيي صديق عبد العظيم علي بعد في الام بي اي، اللي هو نصحني نصيحه نقول لكم برضو للناس اللي حابه تيجي ماليزيا، انه اذا انت حتسافر بباص او بمترو او بقطر، يستحسن انك قبل يوم تقطع تذكرتك عشان ما تاني يوم عندك مشكله بتاعت انك ما لاقي حجز ولا ما لاقي تذكره ولا زحمه ولا تفاصيل زي دي. دي نصيحه مهمه جدا. تاني حاجه، انا ما اعرف قلتها في اللايف ولا لا، انه في بالنسبه للمولات، ايوه اذا حاجه انت ممكن تلقاها ورا المول بيكون استحسن، لانه جوا المول الحياه اسعارها غاليه، تلقى فرقه كبيره. طبعا لو انت جاي في شارع عسل، ممكن بعد ذاك العروس تصرع لحاجه معينه وتضطر تاخذ عليها او تعجبه وبدون ما تصرف تضطر تاخذ عليها، لكن دائما المولات تفرجوا فيها ساي بس. فدي بس معلومتين او ملاحظتين حبيت اقول لكم. انا شاكر لكم شيء. ايوه في حاجه بسيطه قبل ما نختم، بالنسبه للفنادق، ايوه بالنسبه للفنادق، اذا الفندق عفوا ما عنده بوفيه مفتوح، في تفاصيل مفروض تعرفها لما تكون قاعد في فندق برا. خلي المطاعم دي فتح المطعم حق الفندق في الغالب بيكون بوفيه مفتوح، لكن في المطاعم البرة وانت ماشي في حاجات ممكن تكون مهمة للناس انتبه ليها، اللي حركة الشوكة والسكين انت قافلهم مع بعض معناها خلاص اتس اوكي، ما داير انا شبحته خديهم بالجنبة، في تفاصيل كده انا كان لقيت الصور برسل لكم، انا بس ما حافظ كلها لكن فيها تفاصيل مهمة. بالنسبة المطعم بتاع الفندق، في الغالب بيكون في حاجه زي دي، التيكت دي العلامه القاعده، فاوتشر مش تيكت، هي محدد فيها انك ماخذ شنو، ما عارفين الظاهر عندكم ولا محدد فيها. طبعا الجهه دي بيكون فيها رقم الاوضه بتاعتك، بيكون محدد فيها انت قاعد كل يوم براهو، الفندق مكتوب انه من البريكفاست سوونه من 7 ل 10:30، ومحلت وين؟ في ليفل 1 او الفلور 1. وعندك مختار شنو؟ انا اخذت بس بريكفاست ما لانش ولا دينر، كويس؟ تجي تديها لهم بالطريقه دي، كويس؟ في تاني نقطه مهمه بالنسبه للحمام، انت عندك الحمام بيكون في بشكيرين، وفي بشكيره تالت زي نص كده بتختى في الواطه نظام تدمر فيه شبشبك وين طالع من الحمام. ف مهم جدا انك تفهم انك ونص شلت الانتهيت من البشكير خديته في الواطه، معناها انت ما دار تاني يجيب لك بشكير، لو خديت فوق في الحته اللي فوق مخصصين عليهم مخصصين للبشكير، معناها هو حيجي تاني يوم لما يعمل ترتيب للاوضه بتاعتك حيغير لك البشكير ده. فدي نقطة مهمة. النقطة المهمة الثانية خلينا نشوفها مع بعض. هنا كلنا بنعرف الحاجة دي لما تخليها برا كده معناها ما داير زول يعمل لك ازعاج، فما حيجيك طعم نظافة، ما تكون في روم سيرفيس. طبعا بالجهة الثانية انت كده بتقول له يعني خلاص تعال في وقت النظافة المعروف طبعا، تمام. دي ممكن تكون ما في كل الفنادق. البطاقة دي هي دي مع بتكون مع الصريفة بريتك لو غير في الأيام، فيها تفاصيل بتوضح إنه هي كده
زي ما مكتوب هنا insert card for power. تمام برا افتح بيها الباب. طيب نشوف برا عشان اوريكم الحاجة دي بصورة عملية كده. هي بستخدمها هنا كده بفتح بيها الباب دي للغرفة تحت الرغامة. الحتة دي مهمة مع الجرس. لو انا ضاغط هنا هي سيعمل اوف. لو انا عملته كده معناها ما داري ازعج دي زي الورقة فما حيجي بتاع المسؤول من النظافة العامل بتاع النظافة. دي بالنسبة لي دي كده انا رجعتها كده ما حيجي. الثانية دي برضو لو شغلتها هناك كده حينظف كده ما حيجي كده 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 ممكن يجي كده ممنوع يجي حينظف. فدي تفاصيل مهمة. هسه انا شايف انه من عملت لما شلت الكريت دي ما بقدر اعمل حاجة هنا. لاحظته اول ما ارجع الكريت بيشتغل عادي. فدي نقاط مهمة الناس لازم تنتبه ليها وهي جاية في الفندق. حتى موضوع اللون واضح. اللون الاخضر دايما بيكون هو بيديك البيرميشن. حتى في الترافيك الاحمر ده اللي بيوقف ده اللي بيعمل الصب ده اللي بيمنع كده. دي حاجه كويسه في كله في الفندق ده تحديدا. دي اللي حكيت لكم عنها في واحده من اللايفات انه خدتين اتجاه للقبلة. انا كان نسيت المصلايه في البيت فجابوا لي مصلايه. طيب قبل ما اختم خلينا ممكن نشوف تايم سكوير من برا من الحته دي هنا. دي العماره المشهوره البرج المشهور عفوا عماره وين برجايا تايم سكوير. فيها هوتيل زي مكتوب هنا. فيها الجامعه بتاعت برجايا تحت فيها الحته دي ودي ده المول بتاعهم. كان المفروض اخلي الموضوع التايم سكوير في لايف تايم لكن اوريدي اغلبيه الناس هي بتكون ماخده فكره عن المكان ده يعني المشهور ده. طيب كده تقريبا دي اهم نقاط حبيت اتكلم عنها الليله للهرينيو ماليزيا. نصيحه اخيره قالت لي كثير فحقول لكم انه حاول بقدر الامكان استمتع باي لحظه وانت قاعد في البلد دي. تفسح قدر ما الله يديك تفرج. ازهل الناس يعني very welcomed والناس decent وما هيقصروا معاك نهائي. شاكر لكم شديد لحسن المتابعة. اتلاقى ان شاء الله في لايف تاني في البلد الجميلة دي في اطار مع انه كان اطار دمها لذيذة الهاشتاج اللي سميته رحلة المدن الفاتنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.